بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن سنن الطعام، سنن قبل الطعام وسنن بعد الطعام. أول السنن وهي التسمية، أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن تأكل. ثاني سنة الأكل باليد اليمين. ثالث سنة الأكل مما يلي الأكل. طيب، نجمع هذه السنن كلها في حديث واحد. هذه السنن يجمع حديث واحد أساساً، وهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. طيب، السنة الرابعة وهي مسح اللقمة إذا سقطت في الأرض وأكلها. والدليل على هذا الكلام: إذا سقطت من أحدكم لقمة فليمطي ما كان بها من أذى ثم يأكلها. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. طيب، السنة الخامسة وهو الأكل بثلاث أصابع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، هذا الحديث رواه مسلم، وهذا قالب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أيضا عندنا السنة السادسة وهي صفة الجلوس عند الأكل، أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. هذا هو المستحب كما ذكر الحافظ في الفتح. هناك سنن بعد الطعام أيضا، وهي أول سنة بعد الطعام وهو لعق القصعات والأصابع. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والقصعات، قال: إنكم لا تدرون فيها أيها بركة. والسنة الثانية بعد الأكل قول الحمد لله. والدليل على هذه الكلمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى على العبد أن يأكل أكل أن يأكل الأكلات فيحمد عليها. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. وكان من الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطعام: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني إياه من غير حول مني ولا قوة. وهذا الدعاء ثمرته عظيمة جدا، وهو قفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسن الحافظ والألباني. مجموع هذه السنن التي يحرص على المسلم عليها عند الطعام لا تقل على 15 سنة. هذا إذا قلنا أن يأكل ثلاث وجبات في اليوم والليلة، هو الذي عليه غالب الناس. وقد يزيد في تطبيق هذه السنن إذا كانت هناك وجبات خفيفة بين هذه الوجبات الثلاثة. والله أعلم.